والآن نمضي إلى أخيرة الأهرام اليوم لنتابع ما كتبه طارق عبد الله في زاويته الراتبة المحجة البيضاء عن الأزمة الخليجية والتي تناولها تحت عنوان الجانب الآخر من الأزمة الخليجية. في مقدمته أكد طارق على انخفاض نبرة تصعيد الأزمة الخليجية وبداية حل المشكلة، وقال: في يقيني إن السعودية والإمارات تركنان إلى مخرج للتراجع بالإبقاء على الكويت بعيدة عن الصراع لتدخل في الوساطة. ومضى طارق يثمن موقف السودان والذي وصفه بالاستراتيجي لعلاقته مع كل الدول، وأضاف: لكن ذلك لا يمنع من أن تكون مشاعر السودانيين تجاه قطر أقرب من بقية الدول. وقال طارق إن إثارة الأزمة في حد ذاتها أمر جيد، لأنه أخرج الهواء الساخن وأخرج القضية للعلن والنقاش، وأضاف من سلبياتها التأكيد على أن حماس جماعة إرهابية، وهو شيء ظلت تدافع عنه كل الدول العربية باعتبار أن القضية الفلسطينية أمر تتفق عليه كل الدول. ومضى يقول إن الأزمة أدخلت مصر في مأزق جديد، وما دورها إلا محاولة للحاق بالتحالف العربي الذي تماطلت في الدخول إليه عبر عاصفة الحزم. في الختام قال طارق: واحدة من نجاحات الحكومة السودانية أنها ملكت سياساتها للشعب، وما سيقوله وزير الخارجية في أي موقف يمكن أن يقوله أي سوداني في الأسقاع، وتلك هي المساحة التي أحدثت فرقا بيننا وبين العديد من الدول.